احكي لي بقى، يعني دخلت ازاي مجال الفن؟ يعني من الطفلة بالصدفة. اللي عاشت الطفولة الصعبة ديت بدأت الأول ازاي؟ قلت لك مع أستاذ محسن الأول كنت موديل، موديل، كنت بتحب عملت الموديلينج؟ لا كان يجيني عروضات كتير، وطلعت ملكة جمال، وحسيت انه بوقتها اول ما فكرت انه هيدي الوسيله اللي بقدر اطلع بوكيت ماني. وبعدين طلعت مع صابر رباعي، وطلعت طلعتي مع صابر في أغنية بالغنيزه إيه؟ اتذكرك، وحيروني عينيك السود، على العلم انه عيوني زرق زرق على خضر مش اسود عيوني. كنت موديل في الأغاني. كنت موديل، وكانت اختي عندها اجانس وانا كنت معها، واصر اني انا امثل معه الكليب. وصراحة كنت بعده خيي ميت جديد، يعني كان صار له سنة وشوي، فكنت مترددة. وبالكليب شرحت الأسود، كنت بعد ما شرحت الأسود كانت اكسبيريانس حلوة، وعطيتني هيك ثقة أكتر بحالي. وبعدين انطلقت، بعدين التقيت بأستاذ محسن جابر خبرتك، و محسن جابر المنتج المعروف هو أول واحد قدمك، ولا في حد قدمك قبله كمطربة؟ لا انا كفي استاذ فؤاد عواد، استاذ كتير كبير عنا، معروف طبعا. هو اللي يعني شجعني. هو قال لي انه صوتك حلو، وقد ما بتشتغلي عليه بتمرني وهذا قد ما بيعطيكي اكتر. ومن هون بلشت، عملت سينجل هيك اول شيء تسلايه، بس عملت سيدي مع محسن جابر، وكانت أول غنية لألي على ذا الحال بعد يانا. يعني أنا أظن هي الأغنية اللي أقدر أقول إنها عرفتني الناس بيكي أكتر، بتاعت صباح. بمصر لا، على ذا الحال قبل، يانا أكيد عملت لي انتشار فظيع على صعيد عربي وبمصر أكيد.